السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب، معكم خالد من جيمر سناك. رجعت لكم اليوم في مراجعة جديدة لأحد أكثر الألعاب المنتظرة هذا العام، وهي تراث هوغورتس. وفي هذه المراجعة بعطيكم رأيي وتجربتي، بالإضافة لشرح أمور اللعبة بشكل عام، أيضا ميزات والعيوب، وتأخذون الصورة الكاملة لهذه اللعبة أنها تناسبكم أو لا. فأتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة، ولا تقصرون بالدعم باللايك والنشر. والحين خلونا نبدأ ونشوف هوغورتس ليجاسي. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. لعبتنا اليوم هوغورتس ليجاسي تجسد لنا عالم أفلام هاري بوتر الشهيرة في لعبة مغامرات أكشن RPG وعالم مفتوح. اللعبة سينجل بلاير فردية، وإصدارها الرسمي للأجهزة الجديدة PlayStation 5 والإكس بوكس سيريس والبي سي في 10 فبراير، أما أجهزة الجيل الماضي في 4 أبريل، بالإضافة أن اللعبة بتصدر على نينتندو سويتش في شهر يوليو القادم. وبالمناسبة اللعبة تدعم اللغة العربية في الترجمة والقوائم بشكل مميز. بالنسبة للأحداث والقصة بدون حرق، بس أعطيكم فكرة عامة، راح تبدأ اللعبة بشخصية طالب جديد ينضم في المرحلة الخامسة لمدرسة هوغورتس لتعلم السحر. ومن بداية الأحداث مع البروفيسور راح تواجهون بعض المخاطر واكتشافات غريبة جدا في الشخصية نفسه وقدراته. المهم بعد المقدمة المشوقة راح تنضم إلى مدرسة، وهني تبدأ الأمور أكثر تشويقا. القصة تتوسع بين المدرسين والطلبة، وعندك أمور كثيرة راح تشغلك في الأحداث، لكن أساس القصة تتكلم عن سحر قديم مرتبط في شخصيتك، لأن شخصيتك راح تقدر تتعامل مع هذا السحر القديم وتشوفه، وهذا الشيء خلى الأنظار تتجه عليك وتبدأ الرحلة في الاستكشاف في عالم اللعبة. باختصار القصة مشوقة، عجبني الأحداث والمشاهد السينمائية كأنك فعلا تشوف جزء جديد من سلسلة هاري بوتر. واللي عجبني في الأحداث أنها مو بس حلوة، أيضا مستمرة وممزوجة مع الأشياء من حولك. صعب أني أوصف لكم الأحداث، لكن لما تتفرع وتشوف الشخصيات وطريقة تعاملك معهم وترابطهم بطريقة غير مباشرة في القصة، يخليك تحب الأحداث أكثر. أيضا عجبني المرونة وحريتك أنت في موضوع القصة نفسها، يعني تخيلوا أحد أكبر الشخصيات قال لي لا تعلم أحد عن قدرتك أو قوتك الخاصة، لكن في أحد الحوارات مع الطلبة على طول قلت له كل الأسرار واستغرب، وصار الخبر ينتشر بين الطلبة، علما بأن أنه كان لي خيار أني أخفي هذا السر. أيضا من الأشياء اللي حبيتها في الأحداث بشكل عام أنك تقدر تكسر القوانين مع المدرسين، يعني مثلا تسوي أمور خارج المنهج مع الطلبة السيئين. فباختصار طريقة سرد القصة جدا جميل، واللي عجبني أن كل مرة تتقدم في الأحداث راح تحبها أكثر وتشوف أمور ما تتخيلها أنها موجودة في اللعبة. طبعا عندك اختيار الإجابات في بعض الأمور، بالإضافة لكمية شخصيات ممتازة في اللعبة، وأيضا حضورهم وحواراتهم وإنجاز المهام لهم بيكون فعلا ممتاز. وبالمناسبة الشخصية من تصميمك الشخصي من ناحية المظهر، لكن اللي عجبني أن الأحداث والحوارات وكتابتها وعنايتهم بالشخصية تحسك أن فعلا الشخصية من المطورين نفسهم مو أنت اللي مسويها. فباختصار من ناحية قصة وأحداث عجبتني جدا. بالنسبة للجيم بلاي وأسلوب اللعب، من أكثر العناصر الممتعة في اللعبة. من البداية ما كنت متخيل أن السحر بيعطيني متعة كبيرة في القتال أو في التعامل مع هذا العالم. لما كنت أشوف العروض وأشوف الجيم بلاي فقط في الستيك توقعت شيء أقل من اللي شفته، لكن صراحة اللعبة أبهرتني بشكل ممتاز والجيم بلاي جدا ممتع. من البداية كان الموضوع بسيط جدا، لكن كل ما تتعلم سواء في المدرسة أو خارج المدرسة راح تتعلم السحر وتطور من قدراتك، ويصير التطور في الجيم بلاي جدا ممتع. كل ما تتقدم يصير الجيم بلاي أحلى أكثر وأكثر. راح يكون عندك أنواع كثيرة من السحر، سواء القتالية أو التفاعلية في حل الأمور من حولك في العالم. والحلو في الموضوع أن كل نوع من السحر تقدر تستخدمه بمزاجك وفي أي وقت. يعني مثلا السحر المخصص للهجوم مرات استخدمه في حل الألغاز أو أمور اعتيادية أو بسيطة في العالم، بالإضافة أن السحر المخصص لنقل الأشياء والسحر المسالم استخدمه ضد الأعداء، مثلا أشيل عدو في الهواء وأخفيه من هالعالم أو أصغر حجمه. بالإضافة أن عندك قدرات مثل التخفي عجبتني جدا، تقدر تستخدمها في الأمور المسالمة أو حتى في الستيلث وتغزو الأعداء فيها خفية. أو مثلا عندك السحر اللي تقدر تسويه وينور لك طريقك في الظلام، وغيرها من مجموعة من القدرات ومزيج سحر مميز. لكن من الأشياء المبهرة، تخيل أنك تقدر تسوي كومبوهات في الأسحار نفسهم. يعني الكومبوهات في اللعبة ما هي معدة مسبقا أو شيء تمشي عليه، ما في شيء إلزامي، أنت بروحك تقدر تبدع، وكل لاعب يسوي كومبوهات مختلفة. تقدر تسحب العدو أو تدفعه أو تحرقه أو ترفعه فوق وترميه أو تضربه أو حتى تصغره وتدعس عليه بكيفك. (تصفيق)
ومن الأشياء اللي عجبتني في ميكانيكس القتال أنه ما في تحمل أو استمنة، تقدر تسوي سبام أتاك على راحتك، لكن تذكر أن الأعداء ممكن يستخدمون سحر ضدك فراح يوقفونك من هذه الأمور، لأن عندهم حمايات تكسرها أو دفاعات أو أشياء لازم تسويها في لحظة حاسمة أنك تراوغ الهجمات علشان تقدر تتعامل مع السحر. فتقريبا ما تقدر تسوي سبام للأعداء لأنه بيكون في أشياء معاكسة. الحلو في الموضوع أن عندك كمية كبيرة من الأسحار، 4 أو 8 أو 12 سحر بنفس الوقت، وتسوي سويتش ما بينهم، بالإضافة أنك تستخدم جرعات الطاقة لو احتجت، هذا غير الحركات الخاصة للفنش. شيء ثاني بالنسبة للسحر، تقدر تستخدمه في العالم من حولك، والتفاعل وحل الألغاز وأمور كثيرة تستخدمها في السحر. أساساً اللعبة طول ما انت ماشي راح تستخدم السحر في أي وقت. تعرفون الشعور لما كنا نتابع أفلام هاري بوتر والحماس الموجود أنك ودك تأخذ منه الستيك بالفيلم وتجرب السحر بنفسك؟ بس هذا هو الشعور الموجود في اللعبة، وفعلاً راح تحس في المتعة بين يدك. طبعا مو بس القتال، ايضا من الاشياء اللي كنا نتحمس فيها في افلام هاري بوتر هي الطيران في المكنسة، نفس الشيء موجود في اللعبة. شيء ثاني لازم تعرفون انه راح يكون عندك قائمة تطوير الشخصية وقدرات ومهارات كثيرة، مثل ما ذكرت لما تستمر في اللعبة وتطور الشخصية راح تحصل قدرات خاصة ويزيد اللعب جنون اكثر، بمعنى انك لما تتقدم في اللعبة راح يزيد الحماس وتصل لمرحلة الساحر الكبير وكأنك غاندالف من قوة القدرات وكثرتها. شيء ثاني مهم لازم أذكره لكم هو تخصيص الملابس للشخصية. طبعا مو بس مظهر هذه الملابس، أيضا لها قدرات تزيد مستواك وتعطيك مميزات منوعة، وكل ما تختار اللباس المناسب راح يكون مستواك أعلى. وعجبني باللعبة أنك مو شرط تلتزم بلبس معين، تقدر تختار اللبس اللي عاجبك لكن بقدرة لبس ثاني، فهذه ميزة حلوة علشان ما تكون عندك الشخصية عشوائية من ناحية الملابس. طبعا الجيم بلاي مو بس قتال وهذه الامور، لان اللعبه عالم مفتوح بتكلم عنه اكثر، لكن حبيت اقول لكم ان اللعبه تقدم اشياء كثيره. تقدر تبني لك غرفتك الخاصه وتحط لك طاولات تسوي كرافتنج وامور كثيره وتتعلم اشياء مختلفه. ايضا حواراتك مع الشخصيات واختيار الاجابات تاثر على علاقاتك فيهم وتعطيك مميزات او خلونا نقول مهام اكثر. واساسا تقدر تصير شخصيه شريره نوعا ما، تصادق السيئين وتتعلم سحر محرم وتجرم في الوضع فعلا. باختصار اللعبة أو الجيم بلاي اللي فيها من النوع اللي ما تحصل ملل فيه، طوال الوقت بتلقى أشياء تسويها سواء مهام رئيسية أو جانبية أو فرعية أو حتى عشوائية أو بس تطير في العالم وتتمشى في المساء أو النهار وتشوف الأجواء من حولك. وعلى طاري العالم المفتوح، خلوني أعطيكم فكرة أكثر عنه. العالم المفتوح في هوغوارتس ليجاسي من أكثر الأشياء اللي عجبتني وحبيتها، لأن الاستكشاف كان فعلا مشوق، وأروح يعني في أماكن غير مخطط لها، تقدر تستكشف أماكن صغيرة أماكن كبيرة وتشوف الأشياء من حولك وتنسجم في حجم العالم. يا جماعة فقط الطيران لحاله متعة. طبعا الأماكن الموجودة في العالم، عندك مدرسة هوغوارتس، عندك المدن المجاورة اللي تقدر تتسوق فيها، وعندك البراري والغابات والجبال وغيرها من معسكرات الأعداء، وأيضا الدنجنز أو المغارات اللي تستكشفهم في العالم. لكن تخيلوا أن مدرسة هوغوارتس لحالها عالم مفتوح، مهما تتقدم في القصة راح تنصدم من عمق هذا المكان، راح تشوف أماكن وأسرار مستمرة معك طوال القصة، أحيانا في أماكن ما تتخيل أن فيها أماكن تحتها، لكن البنية التحتية في هوغوارتس والأعماق اللي فيها والأسرار مخليها لحالها كأنها عالم مفتوح فقط في المدرسة. شيء ثاني مثل ما ذكرت، أنك لما تطير في المكنسة وتتجول في العالم براحتك راح تصادف أمور كثيرة، ممكن تطيح في دنجن ولما تدخل بس بوابة صغيرة لكن تروح داخل مغامرة كبيرة جدا، أو مثلا تاخذ بريك من الأكشن وتروح تستكشف الطبيعة الخلابة، وأكيد في العالم راح تشوف انتشار للمهام أو الأحداث العشوائية اللي تصير، والتنقل تقدر تطير أو تقدر تركض، تقدر تسبح، تقدر تتسلق براحتك. ومن الأشياء الحلوة أن العالم دائما تحصل لك كولكتبلز اللي تشجعك أكثر على الاستكشاف وتجمعهم. ما أقول لكم أن هذه من أقوى ألعاب العالم مفتوح، وأكيد شفت عوالم مفتوحة أفضل منها، لكن اللي قدمته لي أشوفه مناسب جدا وممتع فعلا، خاصة أن عالم اللعبة فيه كمية تفاصيل جميلة جدا، فلازم أتكلم عن الرسومات. طبعا في هذه المراجعة من ناحية الجرافيكس والرسومات، في لقطات خليط بين تجربتي على البلاي ستيشن 5 والبي سي، طبعا راح يكون في فارق بينهم، لكن المجمل بشكل عام ان اللعبتين مظهرهم جدا رائع على البي سي او البلاي ستيشن 5، لكن اكيد البي سي بيقدم تفاصيل جدا مجنونة صعب انك تشوفها في البلاي ستيشن 5. الشيء اللي عجبني في اللعبة ان تجسيدها بالكامل رسوماتها جدا رائعة، لما تشوف الحوارات بين الشخصيات ما اقول لكم انها واقعية لدرجة مجنونة، لكن اقول لكم تفاصيل جدا جدا رائعة. اول ما سمعت ان
اللعبة كروس بلاتفورم وراح تصدر على سويتش توقعت ان جرافيكس فيها ضعيف، لكن اللي شفته شيء مبهر فعلا، سواء في الشخصيات، في العالم، في التفاصيل، وايضا تصميم المباني الهندسي جدا ممتاز. المهم في البلاي ستيشن 5 انت مخير بين نمط الاداء اللي بتحصل فيه اطارات اسرع، بالاضافة انك تقدر تشغل فيه تتبع الاشعة خفيف، لكن لو شغلت نمط الدقة العالية راح تطيح الاطارات ويكون امر مزعج. يعني حاليا في هذا الوقت ما قمنا نتقبل اقل من 60 اطار، فغالبا راح تلعب على الاداء، لكن في المقابل انك راح تفقد تفاصيل، ممكن تشوف المناظر البعيده مو حلوه. اما في البي سي راح تشوف تجربه خرافيه، متعه بصريه فعلا، الرسومات هني كل شيء توب، وتكون اطارات جدا عاليه، فعلا جمال لا يوصف. لما شغلت اللعبه على اعلى اعدادات استمتعت بشكل مجنون، خاصه داخل المباني في هوجورتس او غيرها، لما تشغل تتبع الاشعه بيكون شيء مذهل. وان شاء الله بنزل لكم مقطع جوله في العالم المفتوح على البي سي. لكن المهم باختصار ان رسومات اللعبه بكل الاحوال ممتازه. بالنسبة للمميزات بحاول اختصر لكم، اللعبة ممتعة جدا وفي مزيج ممتع من كل شيء، ما تدري يعجبك القصة او الاحداث او الرسومات او الجيم بلاي الخرافي، كل شيء في اللعبة اشوفه يعتبر ميزة نوعا ما، خاصة اذا كنت تحب افلام هاري بوتر ما استبعد انك تعطي اللعبة 10 من 10. يعني لو بقول لكم شو اللي يميز اللعبة، بصراحة اشياء كثيرة تميزها، لكن بنفس الوقت على الرغم من تميز اللعبة فيها بعض الملاحظات والعيوب. لو بختصرها عليكم، اللعبة فيها جليتشات وأخطاء في الجيم بلاي وأشياء ألاحظها على طول مسيرتي في اللعبة، في مشاكل رسومية أو حتى مشاكل في بعض الأماكن مزعجة، يعني توقع أنك تشوف جليتشات بشكل مستمر في اللعبة. ثاني عيب في اللعبة أو ملاحظة يمكن تكون شخصية فقط، أني أشوف أن موضوع الحوارات مخططين له بشكل أوفر، يعني لما تأخذ أي حوار مع أي واحد بتأخذ الجرعة الكاملة من إلقاء التحية، بعدين يرد عليك، بعدين تسأل عن أحوالك، وبعدين كذا، بعدين تدخلون في الموضوع. فتخيل على كمية الشخصيات في العالم راح تاخذ معهم تفاصيل كثيرة في الحوارات، كان ممكن تكون الحوارات أكثر تركيز وقلة خلونا نقول، لكن نوعا ما تكون مفيدة، يعني ما تسمع أشياء ما لها داعي فكل شوي بتسوي سكيب. أما بالنسبة لآخر ملاحظة أو عيب، بصراحة شيء غبي نوعا ما، في بعض الأماكن أشوفها غبية، لأن في بعض الألغاز أنك تحاول تسحب صندوق علشان تصعد وتصعد لك يعني أمور، والمهم عشان توصل فوق وتنزل في مكان معين، والشيء هذا سويته فعليا، كسرت أبواب، سحبت صناديق، وصعدت وطحت ورحت أصعد مرة ثانية، بعدها تذكرت ان عندي مكنسة اقدر اطير بسهولة واروح من فوق، وهذا فعليا الشيء اللي سويته، اني تجاوزت اكثر من لغز بمجرد الطيران والنزول من فوق وانتهى الموضوع. فاللي اقدر اقوله ان عندي ملاحظات على تصميم اللعبة، في بعض الاماكن حسيتها تضحك. بالنسبة للخلاصة، هوغوارتس ليجاسي من أجمل الألعاب اللي لعبتهم في هذه السنة أو من فترة طويلة، لأن هالسنة صار لها شهر تقريبا. باختصار، مجموعة كبيرة من الناس متأكد راح يحبون اللعبة، خاصة إذا كنت أنت من عشاق هاري بوتر وعجبتك الأفلام، أقولك روح اشتري اللعبة بأسرع وقت، وأنا متأكد وعلى مسؤوليتي أنك ما راح تندم وراح تعشقها. لعبة رائعة بمعنى الكلمة، تتكلم عن أجواء، رسومات، عناصر الجيم بلاي، RPG وعالم مفتوح، فعلا لعبة ممتازة. لكن إذا كنت شخص ما تستهويك أمور السحر، وخاصة أنك مو شايف أفلام هاري بوتر، تمهل في اللعبة ولا تستعجل. راح أنزل لكم مقطع تجربة اللعبة في أول ساعة في القصة، واللي بعدها يمكن بكرة إن شاء الله ننزل لكم مقطع تجربة جيم بلاي في العالم المفتوح، تاخذون عنها فكرة أكثر وتشوف اللعبة إذا تناسبك أو لا. انتظروا علي اليوم وبكرة إن شاء الله غطي لكم أكثر عن اللعبة وتتعرفون عليها أكثر، أو ممكن الحين تشوفون المقاطع ظاهرة على الشاشة لو شفتوا المراجعة لاحقا. أما الحين وصلنا لنهاية المراجعة، أتمنى عجبتكم، أتمنى استمتعتوا فيها، والأهم منكم استفدتوا منها. وشاركوني رأيكم في التعليقات، وأشكركم جدا على المتابعة. كان معكم خالد من جيمر سناك، مع السلامة.